طبعا الاجواء داخل الاستوديو جميله، ولكن التوتر واضح على الجميع. مدرسه عاطف بركات كانوا متقدمين وحاسين ان هم مسيطرين على المباراه. مدرسه جمال عبد الناصر قدروا بتحت الضغط وضربات الجزاء يرجعوا تاني في المباراه. اكننا ابتدينا من نقطه البدايه. الهدف الاول. الحمد لله انا حرصت اول هدف في ضربات الجزاء، وان شاء الله في عجله الحظ نقدر نجاوب على اكبر عدد من الاسئله. التوتر تمكن عليا في تحت الضغط، وللاسف كان في اسئله كتيره ضيعت اجاباتها، بس الحمد لله لسه سكورنا عالي وان شاء الله نقدر نعليه اكتر في عجله الحظ. عجله الحظ هتبقى معقده جدا. خلينا نشوف عجله الحظ هتبتسم للقاهره ولا هتبتسم لاسكندريه.